يعني حتى انا كنحسب راسي انا من في عداد الموتى. التمييز الذي تعاني منه المرأة العازبة هو فضيحة في مجال حقوق الإنسان. ولدي عند اختي فاس حيتاش انا ما قديتش باش ما قديتش عليه، ما قديتش على المصاريف ديالو داكشي، وراه عند اختي. كرهت راسي وكرهته هو وكرهت العالم، فضلت الموت 60,000 مرة في النهار، في الدقيقة، في الساعة، في الثانية تجيني في هذيك اللحظة من قال لي ديك الكلمة. قال لي ولو تنقرض نساء العالم وتبقاي غير انتي ما نتزوجش بيك. ولدي خاصو شي راجل ضروري اللي رب اللي المهم يكون شي راجل، حيتاش انا ما نقدرش. الحشيش اللي تنكميه كثرت، كنكمي الحشيش بزاف، ما كنستوعبش اني راه انا عاهره. كيجيب لي الله انا باقا فيارج، باقا عزبه، يعني باقا بنظارنا، انا غير ناعسه. العمل الجنسي في حد ذاته مؤشر على غياب الصحة الجنسية. ايوا كاين هادشي، ولا لقيتك هنا خليتك في الدار مضروبة. كنا كنديرو حتى حاجة على والو، كتبقى تهضر انت تهضر وتولي تضربنا. ما كندير في رمضان انا كنصيب الحوت، انت هزيتي رجليك ضربتيني لهنا تنفخ وجهي وليت عيني ما كنقدش نشوف فيهم، ما درت والو غير زجاجات الفيترينا. كنفكر في انتحار في حالة الغضب. ما عمرني تفكر داز عندي شي حاجة زوينة. أنا براسي كنجلس كنقول بغيت غير نتفكر شي حاجة داز في حياتي زوينة مكنلقاهاش، وشي حاجة كتكون خصوصية ديالي. مثلا أنا هاد المشاكل ديالي كون كنت قارية كون راني كتبتهم. أشهد أن امرأة أعطتني الحب بمنتهى الحنان.